صناعة الدواجن المصرية بخير ودايما بتتطور. دلوقتي هاخد حضراتكم في زيارة إلى مجزر مجموعة الدقهلية للدواجن. هنقابل شباب زي الورد مسؤول عن إدارة هذا المجزر اللي بينتج أشهر فرخة في مصر، فرخة تمري، ده إلى جانب مصنعاتها ومجزاتها. خليكم معانا. مجزر مجموعة الدقهلية للدواجن يعتبر واحد من أفضل مجازر الدواجن في مصر على الإطلاق، وبينتج الفرخة الشهيرة جدا تمري ومصنعاتها ومجزأتها اللي بتتربى في مزارع الدقهلية لدواجن التسمين، وأنتجتها مزارع أمهات التسمين التابعة لمجموعة الدقهلية في محافظة المنيا، وده أكبر مشروع لأمهات دواجن التسمين في مصر. مجموعة الدقهلية أسسها المهندس محمود العناني، رائد صناعة الدواجن في مصر والشرق الأوسط، ورئيس مجموعة الدقهلية ورئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وهو كان حريص جداً على تكامل حلقات الصناعة في المجموعة، بداية من مصانع الأعلاف ومزارع أمهات التسمين العملاقة والمعامل الخاصة بتفريخ كتكوت تسمين الدقهلية ومزارع التسمين، وانتهاء بالمجزر العملاق اللي طاقته بتوصل ل 64 ألف دجاجة في الوردية الواحدة. استثمارات ضخمة في صناعة الدواجن، وهدفها الالتزام بأعلى مراحل الجودة. كمان افتتحت مجموعة الدقهلية 8 فروع لبيع منتجاتها من الدواجن والمصنعات الغذائية والحاصلات الزراعية في مدينة نصر ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر والمهندسين والمعادي، بخلاف تواجد منتجاتهم في كل السلاسل التجارية الشهيرة جدا في مصر. زرنا مجزر الدقهلية اللي بيشتغل فيه 900 موظف ما بين طبيب بيطري ومهندس زراعي وفني وعامل، عشان نتعرف على أحدث منتجاتهم من مصنعات الدواجن زي الناجتس والبرجر والبانيه والشيش والستريبس، ده بخلاف المتبلات الإيطالية والفرنسية وغيرها. تعالوا في البداية نقابل المهندس حسام سلامة، مدير عام مجزر الدقهلية للدواجن، عشان نناقشه في قضايا صناعة الدواجن. خليني في البداية أقول لك إن أنا بجد فرحان بيك جدا، شاب عندك 34 سنة، مهندس محترم متخصص في الميكاترونكس، تخرجت في الجامعة الألمانية، والنهاردة بتدير واحد من أكبر مجازر الدواجن في مصر وأفريقيا. عايز أعرف طاقة المجزر هنا، إيه اللي خلى مجموعة الدقهلية تعمل مجزر بالحجم ده؟ الدقهلية عندها طبعا حلقة متكاملة، إحنا بنبدأ من ورا خالص من أول أمهات الدواجن، بعد كده بيطلع عندنا طبعا الكتكوت، الكتكوت ده بيروح معامل تفريخ، بياكل من العلف بتاعنا، وفي الاخر اخر حلقه خالص ان هو بيجي عندنا طبعا المجزر عشان يذبح وينزل للمستهلك النهائي. احنا الطاقه بتاعتنا عندنا المفروض في الورديه نذبح حوالي 64000 طائر، احنا حاليا بنذبح حوالي 40 ل 45000 طائر يومي. طبعا احنا دخلنا بقى، احنا عندنا طبعا الرينج بتاعنا فيه الفريش وعندنا فيه المجمدات، ودخلنا بقى معانا نقدر نقول الانوفيشنز الجديده او الابتكارات الجديده اللي احنا دخلناها زي المتبل. المنتج المتبل من المنتج يعني منتجات الهائلة جدا، لان هي بتراعي الوقت وازمه الوقت اللي عندنا اليومين دول بالذات، مع ست البيت، راجل بقى لسه جاي من الجيم، حد قاعد لوحده مش عارف يطبخ. احنا النهارده عملنا لك منتج بقطعيات مختلفه، فرخ كامله، عندك مجزئات، كل الكلام ده كله هتعمله ان حضرتك هتاخد الحاجه فريش، هتدخلها الفرن او الاير فراير 25 دقيقه 30 دقيقه يطلع لك وجبه جاهزه كلها بروتين طعمها حلو جدا. هرجع معاك كده لكلمة انت قلتها، احنا طاقتنا 64 ألف طائر يوميا، صح كده؟ صح. بنذبح قد ايه؟ بنذبح يعني 40 45 ألف على حسب الموسم. ايه السبب؟ احنا عشان جودة تمري ما بنذبحش اي فراخ، فبالتالي احنا بنبقى عايزين ناخد جودة كويسة جدا عشان نطلع منتج ذو جودة عالية. الحاجة الثانية ان احنا بنحتاج وزن معين، وهو ده الوزن اللي المجازر بتذبح عليه، وزن تقريبا من اول كيلو 650 لحد كيلو 750، وللأسف الوزن ده بشكل عام كفكر مش موجود قوي عند المربي، لان المربي دايما متجه ان هو يكبر الفرخة بتاعته فيكسب اكتر، فبالتالي هو بالنسبة له السنة مجملها على بعض تطلع معاه كويس. طب الفرخة الكبيرة احنا بنعمل ايه؟ احنا بناخدها بنبدأ نقطعها، بننزلها مجزئات وبنطلعها للمصنعات، بس احنا لان داخليا متجهين اكتر للكميات اللي بتطلع فريش في اليوم وبتخدم المستهلك فئات النهائية فريش،
فبنحتاج أوزان أقل مش أوزان أكبر عشان تعرف نخدم اللي المستهلك عايزه. السؤال الدائم اللي بيدور في أذهان الناس، المجزر ولا الفراري؟ احسمها لنا. طيب خلينا الأول نحكي إيه الفرق ما بين المجزر والفراري كمراحل التصنيع. بدون تحيز بالتفاعل. أكيد. المجزر طبعا خلينا نبدأ بداية من الأول خالص، إنه المجزر قبل ما يذبح البراخ بيروح بيبعت دكاترة بيطريين بيروح يشوفوا الفراخ في المزرعة شكلها عامل إزاي، ويبدأ يشرح فرخة أو اتنين عشان يشوف الوضع العام للفراخ شكله عامل إزاي، ومن هنا بنبدأ ندي الأوكي إن الفراخ تتحرك من المزرعة تيجي المجزر. بعد كده بتخش طبعا عندك، بيتم الذبح بالطريقة الحلال اللي احنا عارفينها، وبتم النزف تقريبا لمدة 3 دقايق عشان تضمن ان الفراخ بتنزل كل الدم اللي فيها وكل الحاجات اللي موجودة فيها. نقل بعد كده المرحلة اللي بعديها، الا وهي بقى مرحلة نزع الاحشاء والغسيل. طبعا بيتم نزع الاحشاء من فرخة فرخة، بيبقى في برضه دكاترة بيطريين تاني بيبصوا على الاحشاء من جوه عشان يشوفوا لو فيها اي مشكلة، ولو في مشكلة بيتم استبعاد الفراخ من عرضها. كل فرخة تحتها الطبق اللي فيه الاحشاء بتاعتها. بالظبط. لو في مشكلة هنا استبعد الفرخة على طول. على طول. ممتاز. بعد كده بيخش على مرحلة الغسيل من جوه ومن بره، بعد كده بتخش على مرحلة التبريد. بعد كده بتطلع طبعا من التبريد تخش على مرحلة التجهيز. التجهيز طبعا بيبقى فيه برضو دكاترة تاني بيطريين بيبصوا على الفراخ بعد ما تتعبى، بصوا لو فيها اي نوع من انواع المشاكل، لو في اي مشكلة طبعا بيتم استبعادها، لو مفيش الدنيا خلاص بيطلع للمستهلك النهائي. النهارده لو رحنا بقى للفرارجي، حضرتك هتخش للفرارجي هتشتري الفرخه، حضرتك مش عارف الامراض اللي ممكن تكون موجوده في الفرخه. طب هل مطالب انك تبقى عارف؟ لا مش مطالب انك تبقى عارف، لانك انت مش دكتور بيطري، بس انت مطالب ان انت تاكد الحاجه اللي انت بتاكلها ان هي تكون كويسه. فبالتالي الدور الكبير اللي بيقدمه المجزر ان هو بيعمل الدور ده بالنيابه عنه. الفرخه المبرده ولا المجمده؟ احسم لنا. او امتى اشتري دي وامتى اشتري دي؟ والله دي بتبقى على حسب احنا بننتج طبعا. انت على حسب هتعمل ايه بالفراخ. المنتج اللي بتحطه هنا وبتحطه هنا في الاول هو نفس المنتج بالظبط، بس تاثير التبريد على الفراخ اللي قاعده بقى لها شهرين او ثلاثه في التجميد، للاسف التجميد بيبدا ان هو يفتح شويه مسام جوه انسجه الفراخ، مع الوقت ممكن ما تبقاش ان هي تدي لك الجوده اللي مطلوبه. بالمناسبه المهندس حسام سلامه 34 سنه، تخرج في كليه الهندسه بالجامعه الالمانيه تخصص ميكاترونكس، وانضم لمجموعة الدأهلية كمهندس مشروعات، وأشرف على مشروع إنشاء المجزر، وبعدها مشروعات صالة فرز الموالح التابعة لمجموعة الدأهلية في وادي الملاك، ومصنع أعلاف السادات، ومحطة تصدير الحاصلات الزراعية في المنيا، وتولى منصب مدير عمليات مصنع الأعلاف في السادات وعمره 27 سنة، وبعد 3 سنين تولى منصب مدير عام شركة الدأهلية لمجازر الدواجن، وفي سنة 2023 أسندت لي شركة الدأهلية مسؤولية جديدة، وهي رئاسة شركة الدأهلية للتجزئة، وهي مسؤولة عن الفروع الخاصة ببيع منتجاتهم النهائية للمستهلك. شباب كتير جدا النهاردة بيبدأوا مزارع وصرفين كتير جدا على العنابر بتاعتهم، هل ينفع يبقى في نوع من التعاقد مع شركة الدأهلية للمجازر ان انا اعمل لك الفرخة بتاعتك بالكتكوت بتاعك بالعلب بتاعك بالادوية بتاعتك بالمطهرات بتاعتك واسلمك الفرخة في الوزن اللي حضرتك عايزه، بس يبقى في تعاقد ما دخش مع السمسرة؟ 100% نقبل ده وبنشجع ده، ويعني نفسنا ان احنا نبدا نشتغل اصلا على الموضوع دوت، لان الموضوع ده موجود في اي حته في العالم، بيسموه كونتراكتشوال جروينج، ان انت تربيه لي بناء على شروط عقد معينه. احنا طبعا بما اننا عندنا العلف بتاعنا وعندنا خدمه ما بعد البيع وعندنا الكتكوت وعندنا الادويه، كل حضرتك محتاج تعمله هو الاوبريشن، وهنعلمك برضو ازاي تعمل الاوبريشن بحيث انك تطلع الجوده اللي احنا عايزينها وناخدها منك، وحضرتك تبقى كسبان واحنا بكسبانين وكلنا مبسوطين. ايه الافكار الجديده في المنتجات عندكم بتفكر فيها؟ انا عارف انت 24 ساعه بتشتغل على التفكير في المنتجات دي، والا ما كنتش طلعت تتبيله ايطاليه وفرنسيه واسبانيه، الحلاوه دي قول لي. حقيقي احنا طبعا احنا دايما اتجاهنا في حته ازاي ان احنا نسهل على المستهلك ونقصر عليه المسافات. احنا دلوقتي شغالين احنا ندي لك وجبه متكامله تاخد الفراخ معاها الخضار بتاعها ومعاها الصوص بتاعها، بحيث ان انت كل اللي محتاج تعمله وتعمل جنبها شويه مكرونه او رز، وعندك الوجبه كامله مش محتاج ان انت تعمل اي حاجه تاني. الافكار دي مصريه ولا موجوده في العالم؟ في جزء منها موجود في العالم، وفي جزء منها طبعا بيبقى ناتج من الاحتياج المحلي اللي موجود في السوق اللي موجود دلوقتي. سيادة المهندس مدير عام مجازر الدأهلية للدواجن، محتاج تخصصات ايه تساعدك؟ عندك وظائف؟ احنا طبعا محتاجين كل الوظائف. احنا بنعين دكاترة بيطريين، مهندسين زراعيين، مهندسين ميكانيكا، بنعين محاسبين، بنعين يعني تقريبا عندنا كل الوظائف اللي ممكن نعينها، واحنا
دايما بنستثمر في الناس اللي احنا بنعينها، بنبقى عايزين الناس احنا تحب المنتج بتاعها، تحب ان هي تكون شغاله عندنا، تحب ان هي تشوف المنتج بتاعها المحلي ده بيكبر وان هو يوصل للاسواق العالميه. ويعني احنا فاتحين طبعا دايما في كل الاوقات لان احنا بنكبر، عندنا على طول وظائف موجوده. خلي بال حضراتكم، في مجزر الدقهليه بيستقبلوا الدواجن لمده ساعتين في مناطق معزوله عشان يضمنوا تخلص القطعان من اجهاد النقل، وبعدها بتدخل منطقة الدبح الآمنة واللي لون إضاءتها أزرق زي ما حضراتكم شايفين، وهو اللون اللي بيهدي الفراخ ويمنع حركتها الهستيرية وبالتالي تعرضها للكدمات. يعني مش بنكهرب الفراخ زي ما دول كتير بتعمل عشان تشل الفرخة وتذبحها بسهولة. تعالوا نقابل الدكتور إسلام اليمني المشرف على قطاع الدبح في شركة الدقهلية لمجازر الدواجن، ركزوا معاه. ممكن الناس تفتكر الدبح عبارة عن سير والصناديق بتمشي عليه وخلص الموضوع، لكن الموضوع أكبر من كده بكتير. عندنا مزارع خاصة، عندنا مزارع بنشرف عليها، احكي لنا المنظومة. تمري هنا احنا مستهدفين ان احنا نقدم منتج بجودة عالية، فطبيعي ده يخلينا نروح ان احنا لازم يكون عندنا التوريدات بأعلى جودة موجودة في السوق. المزارع عندنا هي منشآت تصديرية وجهاز على اعلى مستوى، حصل على شهادات خلوها من انفلونزا الطيور، وده بيدينا الفرصه ان احنا عندنا فرصه التصدير في اي وقت. احنا هنا بنعمل كنترول على الفراخ اللي جايه لنا من المزارع، سواء كانت في المزرعه نفسها من خلال زيارات دوريه بنعملها للمزارع للتاكد من كفاءه البرامج التشغيليه اللي موجوده، بنتحكم في نقل الفراخ من المزارع لحد المجزر هنا بعربيات مجهزه. بدايه من وصول الفراخ للمجزر بتبدا مهمتنا هنا في المجزر عن طريق ان احنا عندنا صاله الانتظار، هي صالة عنبر مجهز بأحدث الإمكانيات الموجودة، فبالتالي بقدر أحافظ على جودة الفرخة زي ما خرجت من مكانها في المزرعة لحد ما وصلت عندي هنا في المجزر. زي ما حضرتك شايف كل الصالات رصيف الدبح بالإضاءة الزرقاء، دي بتحاول الإضاءة الزرقاء بتبقى إضاءة خافتة للطيور، فبالتالي بتحافظ على هدوء الطيور، فبالتالي بتقلل معايا الاسترس، وده طبعا بيحسن معايا من جودة المنتج. احنا ما بنكهربش فراخ، لا زي العالم كله ما بيعمل. احنا هنا بيقول لك فراخ حلال وهي من كهرباء وميته. كل العمليات عندنا هنا بتتم طبقا لمتطلبات حلال، ذبح اسلامي 100%، بيتم عن طريق فنيين مدربين على اعلى مستوى بحيث ان انا اقدر اقدم للعميل منتج فعلا مستوفي كل الشروط حلال. بالمناسبه الفرخه في مجزر الدقهليه بتمر بمراحل عديده جدا، واول مرحله هي الذبح على الشريعه الاسلاميه والنسف والتنظيف بالميه والصمت في مياه درجة حرارتها 56 درجة مئوية، بعدها نزع الريش في 3 ريشات متتالية يعني بتخرج زي الفل. بعد كده بيفصلوا الرقبة والأرجل وتدخل مرحلة نزع الأحشاء وفتح أمع الفرخة والتطهير للفرخة من جوه ومن بره والتبريد بالهواء لمدة 45 دقيقة لخفض درجة حرارتها من 50 درجة مئوية لأربع درجات بالكتير، يعني أشبه بالبسترة لوقف العد البكتيري. وكمان التبريد بالهواء بيضمن إن وزن الفرخة بيكون صافي مش وزن وهمي في 100 ولا 200 جرام مية، وبتخضع كل فرخة لرقابة بيطرية مشددة لغاية وصولها لمرحلة التغليف كفرخة طازة للبيع في السوق المحلي أو التقطيع لتحويلها لمجزئات ومصنعات بتتجهز في دقايق بخلطات سرية. تعالوا نقابل المهندس ظريف سمير مدير الجودة في شركة الدقهلية لمجازر الدواجن. الاشتراطات صعبة، أنا واقف بحذر، حضرتك بتتحرك معايا، كل حاجة عمال تفهمني إيه اللي بيحصل حوالينا. الضوابط دي خدناها إزاي؟ اتعلمناها إزاي؟ إيه الشهادات اللي معانا؟ احنا كجودة بنركز على نقطة قوية جدا في مبادئ الجودة، وهي الكاستومر فوكس او التركيز على العميل. مبدئيا انا بشوف النيدز بتاعته ايه، ايه المواصفات الداخلية اللي ممكن اقدر اعملها له. الحاجة التانية بشتغل على توقعاته، وبشتغل على خدمة حتى ما بعد البيع، بحيث ان انا لو قدر الله وفي كومبلين اقدر ازاي ان انا اتعامل معاه بسرعة بحيث ان المشكلة ما تتكررش تاني. النقط بقى اللي هي خاصة بالشهادات، احنا في مجزر تمري الحمد لله سيرتيفايد في بعض الشهادات المحلية الخاصة بالتسجيل في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، احنا من اوائل المجازر اللي مسجلة كوايت ليست. الحاجة الثانية ان احنا اوريدي سيرتيفايد ل 35 برودكت
تسجيل حلال وبنخضع للإشراف سواء الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو وحدة حلال التابعة لهيئة المواصفات والجودة. عندنا إحنا سيرتيفايد في FWSC 22000 الخاصة بنظم إدارة سلامة الغذاء، حتى واخدين تير 1 في الجزء الخاص بيام براند سواء كان في السري كاتيجوري بتاعتهم أو الفود سيفتي أوديت أو الأنيمال والفير. عندنا الجزء الثاني اللي بنشتغل عليه اللي هو العاملين. العاملين عندنا بيتم اختيارهم بعناية، بيتم خضوعهم لبرامج تدريبية تتعلق بالجودة وسلامة الغذاء أكتر من 15 أصابع ذهبية، ده بتفضي الورك في ثانية. العامل ما بيجيش يشتغل مباشرة لوظيفة فني تشفية، هو بيخضع لتسلسل لحد ما بيوصل للدرجة من المهارة دي. في نقطة تانية اللي هي البرامج اللي بتتعلق بقى بالفود سيفتي، عندنا 15 برنامج بيخضع عليهم العامل بالكامل، والإدارة العليا بتلتزم بتوفير الوقت الكافي لده بحيث ان احنا بنقدر نبني في ثقافة العامل نفسه قد ايه، مش ان هو بيشتغل في منتج عدد ساعات عمل وبيمشي، لا هو اكنه جراح بالظبط. في شركة الدقهلية لمجازر الدواجن في دعم كامل لقطاع البحث والتطوير، لانه باختصار بيضمن تقديم منتجات جديدة عالية الجودة للمستهلك النهائي. تعالوا نقابل المهندس محمد سلامة مدير البحث والتطوير في شركة الدقهلية لمجازر الدواجن. حضرتك هنا مهمتك تطلع منتج، انت بتاع البحث والتطوير، بنشتغل ازاي على الذهب بتاعنا؟ الفرخة، احنا عندنا الفرخة بتاعتنا بنشوف ايه كل منتج، كل قطعية في الفرخة بقدر استخدمها في ايه، يعني صدر الفرخة وورك الفرخة، ايه المنتجات اللي اقدر استعملها بصدر الفرخة. بنشوف بعد كده الصدر نقدر ناخد ايه منه ونعمل حاجة زي الستريبس مثلا، بناخد قطعة صدر خام بدون اي اضافات، بناخدها ونتبلها ونعملها سيت في البيت منتج ستريبس، ونقدر نعمل منتجات فورميت زي البرجر والناجتس والبانيه لست البيت برضو من الصدر ومن قطع الفرخة. فاحنا عندنا كل قطعة في الفرخة نقدر نستخدمها في حاجة، عندنا برضو الجناح والدبوس والفرخة كاملة نفسها متقطعة 12 قطعة، نقدر نعمل منتج كرانشي وتتبيلة لست البيت جاهزة على القلي على طول في وقت محدد بما كاتبينه على البوابة بتاعتنا، فتقدر ساعتها تجهز وجبة كاملة. التحدي الأكبر قدامك النهاردة كمدير للبحوث والتطوير هو أنك تقدم لي منتج عالي الجودة جدا زي ما تعودنا من الدقهلية وتمري، وتكلفته تبقى مقبولة وعادلة وأقدر أدفعها كمستهلك. أكيد، وده أكبر التحديات اللي نواجهها اليومين دول في عز غلاء الأسعار في الخامات أو في أي حاجة، بس دايما إحنا بنحاول إن إحنا ننزل دايما بنفس الجودة بتاعتنا وما بنقللش من جودة المنتج بتاعنا، هو نفس المنتج بنفس التتبيلة. كمان عايز أوضح إن الفرخة نفسها إحنا أصحاب الفرخة نفسها، إحنا أصحاب فرخة تمري، فإحنا عندنا حاجة كواليتي كويسة. تبادئ السلسلة من الأول، من الأول، من أول الكتكوت، من أول الأم. بالظبط، فدي حاجة طبعاً بتميزنا إن إحنا عندنا ضامنين الجودة بتاعتنا وعارفين الفرخة بتاعتنا أصلها وجاية منين، فعشان كده جودة فرخة تمري هي جودة عالية جداً وست البيت بتحبها ودايما متعلقه بيها ودايما بتحب ان هي تجرب الطعوم الجديده واي حاجه جديده احنا بننزلها. لفت انتباهنا واحنا في مجزر الدقهليه للدواجن فني شاطر جدا، هنخليه دلوقتي قدام حضراتكم يفهمنا ازاي بيقسموا الفرخه ويستخلصوا مجزئاتها وايه الاجزاء اللي ممكن تتصنع منها مصنعات الدواجن. محمد نبوي، قالوا لي هنا ان انت الاسطوره وبتدرب كل الجداد على تشفية الفراخ، طيب أنا عايز منك مهمة صعبة جدا، تعلمنا يعني تشفية فرخة وزي نطلع كل الذهب من الفرخة دي. أول مرحلة احنا بنشيل الجناح بتاع الفرخ، لو هنعملها مثلا في ليه ورك بنقطع الورك الأول، بنقطع الورك كده، بعد كده نجيب الصدر نسلخه عشان نستفيد بالجلد بتاعه، نستفيد بالجلد بتاعه كده، وبعد كده لو انا عايز اشفيها بشفيها الصدر بتشدر يطلع في ليه بانيه كده. حضرتك لو عايزين نعمله ستريبس بنشيل الفليتو بتاعه زي كده، ده الفليتو صح كده؟ الفليتو بنشيله زي كده وبعدين بنعملها ستريبس اللي هو المنتج الثاني اللي هو من 30 من 15 ل 30 الستريبس، لسه هيتبل طبعا. لسه هيتبل ويتعبى وياخد من دي مرحله مرحله ومرحله، يعني تطلع من عندنا ليه تشفيه ستريبس من الصدر. من الصدر
دي كده للستريبس. ده جناح وادي الفليتو فليتو وادي الستريبس اللي هو بعد ما شفينا الصدر فليه وعملناه ستريبس. ممكن اعمله ورك كامل اللي هو شيش كامل بعد سليم كده، وممكن اعمله عرضه ودبوس اللي هو شاورما والشاورما دي لوحدها. ورينا العرضه والدبوس. انا بشرح لحضرتك الاول بس. دلوقتي انا ممكن اعمله عرضه ودبوس زي كده مثلا. حته الشيشه اللي هي لوحدها. كده بقى شيش طاووق؟ اه كده شيش. سهل قوي. ها؟ أه؟ سهل قوي بس عايز ايدك انت مش ايدك. بقى سهله مع الصنايعي يعني، لكن مع لسه جاي بيتعلم بياخد وقت. بالنسبه دي الدبوس بقى اللي هو الشاورما. الشاورما من دبوس؟ اه دبوسه. مجزر الدهليه للدواجن في وادي الملاك نموذج محترم لصناعه الدواجن في مصر، ولازم ننتبه ان صناعه الدواجن واعده ولسه عندها القدره على استيعاب استثمارات ضخمه جديده، ولازم ندعمها لتحقيق الامن الغذائي المصري من البروتين الحيواني. تشاهدون بعد قليل. ده محصول قومي استراتيجي في مصر، الرز. يعني اجيب رز وازرعه على سطح الميه؟